الشيخ رفاعي سرور. السلام عليكم استاذ ممدوح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك استاذ يوسف. اهلا بك. كان معنا الاستاذ يحيى رفاعي سرور قبل قليل، وذكر انه طلب منك تقديم بلاغا حول ما حدث لشقه والده وللجيران اليوم في صوره تعيد الى الاذهان كل الدراما السوداء التي كنا نعاني منها في عهد مبارك البائد. فحضرتك تعمل ايه؟ المشهد اللي حدث اليوم انا بعتبره هو عوده لنظام حسني مبارك البائد وغير مأسوف عليه، اللي نسأل الله ان ينتقم منه ويريه من العذاب ايات في حياتي قبل مماتي. الى ان يتوب سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء. لكن نفس المشهد هو، فليراجع كل المشاهدين المشهد معايا لحظه بلحظه. خلينا نسترجع، هنا بنرجع بالكاميرا. خروج مظاهرات تبتز وتطالب بمطالب خارج نطاق القانون، وترتكب احداث عنف وتخالف القانون، تقطع الطريق الان، تحدث سلفيات بمنشأة عامة وتستمر على ذلك، ووجود السلطة التنفيذية الشرطة عاجزة عن حماية القانون وحماية الدولة، ثم بعد ذلك يتم فرض طلبات من هؤلاء المتظاهرين، تستجيب الدولة، تقبض على فلان وفلان وفلان، تستجيب الدولة، ثم تبدأ الدولة ممارسة الاستجابة للطلبات. المشهد السابق الذي كان منذ سنوات يتكرر اليوم. اليوم يتكرر المشهد، ابتزاز جاف لأعلى سلطة الأقباط المتجمعين الذين يعلنون بكل وضوح ومسجع على جميع القنوات أنهم يطالبون بدولة قبطية، يطالبون بدولة قبطية، ثم يعرضون طلبات بالقبض، ألغوا سلطة النيابة وسلطات السلطة التنفيذية، وألغوا كل شيء في الدولة، وجعلوا نفسهم دولة داخل الدولة، والسلطة الضعيفة، وأنا بقول عصام شرف شخصية ضعيفة ظهر بتجلي. لا يعني نتحفظ في هذا الأمر يا أستاذ ممدوح. السلطة الآن في مطلب الأقباط وذهبوا بالأمر. طيب حضرتك من فضلك اسمعني، هتعمل ايه لمنزل الشيخ رفاعي سرور الذي تعرض الى هذا الاعتداء؟ طب ما انا اقول لحضرتك اكمل عشان بس. الذي حدث اليوم هو تفتيش خارج نطاق القانون. ايوه. بدون اذن نيابه الرئيس المباحث، بدون اذن نيابه كمان. عميد ارسلته ليه؟ بيقول له دي تعليمات جهلنا عليا بهذا الامر. تعليمات عليا جهلنا بهذا الامر، احنا رجعنا تاني. تعليمات عليا مرسله كده. انا بسال سؤال بكل وضوح. نعم. اذا كان الشيخ رفاعي ارتكب جريمه لا نعرفها فنريد اذن ضبط ونريد شكل قانوني وقضائي، ولكن المجتمع كله يعرف جريمه كله يشهد عليها، وهي جريمه احتجاز المواطنات المصاب بغير حق، واخرهم عبير التي خرجت للراي العام واعلنت انني كنت محتجزه، قدمنا بلاغ للنائب العام ضد الكيان التاريخي التي محتجزه فيها. ما هو التحرك القانوني يا قضاء يا نيابه يا عدل امام هذه المخالفه القانونيه؟ احنا هنرجع تاني للكلب مكيالين والمسلمين في بلدهم يصبحوا اغلبيه مضطهده في بلدهم؟ نحن لا نريد للمسيحيين ان يكونوا اقليه مضطهده، ولكن ابدا والله لن نقبل ان يكون المسلمين اغلبيه مضطهده، نحن نريد العدل للجميع، لكن عشان نريد العدل يطبق لناس واحنا نطبق علينا الظلم؟ ده مستحيل ابدا، ده مستحيل ابدا يكون في بلدنا الكلام ده، يقول حريه ونساعد في الحريه ونضحي بوقتنا ودمائنا ونضحي بالشهداء في الثوره وهم الذين بكوا على حسني مبارك انهار عندما تنحى، ونحن الذين قدمنا هذه التضحيات، ثم بعد ذلك يتولى النظام ويعطينا ظهره وكان يحيى استاذ ممدوح ان وزاره عصام شرف بسكوته. طب يعني من الحديد؟ الحديد انت يا الجمل. اصدرت قرارات للسلطه وزير الداخليه بالقبض وتنفيذ اوامر الاقباط، ده مش عدل ولا قانون. احنا دلوقتي بنرجع لايام حسني مبارك تاني، ولكن احنا بنقول اللي ضحى وعرف طريق التضحيه في ايام حسني مبارك في نهايه عهد حسني مبارك، بنقول لكم بكل وضوح مصر بلدنا جميعا. نعم. مسلمين ومسيحيين. بس انا عايز اذكرك برضو ولا نريد الظلم لاحد، مسلمين ومسيحيين. نعم. مصر بلدنا عايزين نحافظ عليها كلنا، فلا تكيلوا بمكيالين. نعم. ولا تظلموا احد. نعم. ولا تضغطوا الابتزاز، لان ده هيزيد الاحتقار. طيب اذا احنا هنتابع مع حضرتك ما ستفعله من اجراءات قانونيه حيال ما حدث لمنزل الشيخ رفاعي سرور اليوم عصرا. امبارح احنا حكينا لكم على ان في انسان اسمه موريس صادق يتحدث